عايزه اتكلم مع البنات بقى. البنات بقى لنا فتره كده بنسمع عن مصطلح اسمه توكسيك. توكسيك ده مصطلح انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ومعناه ان العلاقه او الريليشن شيب اللي انت فيها او الريليشن شيب اللي انت فيها دي توكسيك، معناها ان العلاقه اللي انت فيها دي سامه. يعني ايه؟ يعني بيكون فيها طرف سيء، طرف ما يستاهلش الطرف التاني، طرف بيسبب لشريك حياته ضرر. البنات للأسف مش بتعرف تتعامل مع الشخص ده، خاصة لو بتحبه. يعني الفكرة انه كتير قوي بتبقى البنت معمية بالحب، بتبقى شايفة انها ممكن تصلح الشخص. I can fix him. يعني احنا عندنا مصطلحين، toxic and I can fix him. الاتنين ما بينفعوش، والاتنين مش صالحين للحياة ولا للعمر الطويل. التوكسيك ده او الشخص التوكسيك ده تأثيره على العلاقة بيبقى مش حلو، وتأثيره عليكي انت شخصيا وعلى صحتك النفسية بيبقى صعب جدا. ازاي تقدري بقى تتعاملي معاه وتبعدي عنه، او تاخدي بالك ان الشخص اللي معاكي، خاصة انا لو بتكلم عن الناس اللي لسه في بداية ارتباطها، ازاي تاخدي بالك الشخص اللي معاكي ده توكسيك ولا مش توكسيك؟ هقول لكم على كام حاجة كده، كام صفة لو لقيتيهم فيه يبقى هو شخص توكسيك لازم تبعدي. مفيش حاجة اسمها I can fix him، مفيش حاجة اسمها كده. ما حدش بيصلح حد، وما حدش بيغير من طبع حد. البني آدم لو عايز يغير من طبعه ممكن ساعات بيعرف يتغلب على نفسه شوية، وبقول ممكن مش أكيد، لأن مش كل الناس نجحت في أنها تغير من طبعها. إنما أنا عايز أغير في حد ده بيبقى حاجة من المستحيلات. يعني العلامات بقى اللي تخليكي تعرفي الشخص اللي معاكي ده توكسيك ولا لأ، أهمها إن هو بيكون مستغل، بيستغلك، قاسي، بيخليكي تحسي دايما بالقلق، بالاكتئاب، يعني خليكي دايما متوتره كده. الاحساس ده، التوتر ده، حاسه بقساوته دي، ده شخص توكسيك. خلي بالك العلاقه دي سامه، مش هيكون يعني مش هيكون حاجه كويسه في حياتك، مش هيكون هو ده السند ليكي. فالعلاقه دي سامه من كل الجوانب. كمان عندنا علامة تانية لازم تاخدي بالك كمان، في فكرة الشك المستمر. تلاقيه بيشك فيك كتير، ده شخص توكسيك، هيعيشك في جحيم، مش بيثق فيكي، ما يعرفش انت ممكن تعملي ايه وما تعمليش ايه، هتعيشي في جحيم توكسيك. اكس، ما ينفعش، على جنب. كمان برضو يخليكي دايما حاسة بالضعف، انك مستنزفة، انك مش قده، يعني اللي هو احسن كتير او هي احسن كتير. على فكره الشخص التوكسيك ممكن يبقى ست كمان، بس احنا دلوقتي بنتكلم مع البنات، فخليني اتكلم معاكي اكتر. يعني ممكن يحسسك ان انت ده انا بعمل وبسوي وياما هنا وياما هناك، وانت يعني بتعملي ايه؟ انت اخرك ايه؟ انت مش عارف الحاجات دي، حسسك دايما انك قليله. برضو ده شخص توكسيك، دايما محسسك ان هو كتير عليكي، ان هو يعني احمدي ربنا اصلا ان انا معاكي. يعني ده شخص مؤذي جدا جدا. خلي بالك كمان لو مش صريح معاكي في مشاعره، وبياخد دايما اكتر ما بيدي. اللي بياخد اكتر ما بيدي بيفضل اناني طول العمر، وبيفضل متعود على كده على طول، ويوم ما هتتعبي وتقولي كفايه مش قادره مش هدي اكتر من كده، هيزعل وهيتقمص وهتقوم الدنيا ومش هتقعد تاني. فاللي بيدي، اللي عايز ياخد ياخد ياخد، ده لا، برضو ده شخص سام. برضو حاجة من الحاجات المهمة انك دايما بتحسي بالوحدة وانت معاه. يعني ايه تحسي بالوحدة وانت قاعدة معاه وبتتكلمي معاه؟ هو لا سامعك ولا حاسس بيكي ولا مهتم بمشاكلك ولا مهتم بشكواكي، ولا في ما بينكم حاجات مشتركة كتير. فانت بمجرد ما بتقعدوا مع بعض بتسكتوا او بتتكلموا في اهتماماته هو بس، الموضوع كله بيدور حواليه هو بس. طبعا ده يعني ده هيفضل كده على طول، برضو شايف نفسه بس، شخص اناني. فما ينفعش، ما ينفعش خالص انك تربطي نفسك بشخص. لما تتعبي، لما تقولي انا عايزه حد يسمعني، او لما تحسي ان انت محتاجه حد يسمعك، حد يسندك، حد يطبطب عليكي، ما يبقاش موجود، ويبقى عمال بيحول الكلام عليه هو. بقى انت عندك كذا، طب شوف انا بقى عندي ايه، طب شوف، طب يعني، طب قولي حتى معلش. في ناس كده تسمع تسمع والكلام اصلا ما يدخلش ودنها، مش سامعني، مش حاسس بيا، مش عارف انا بتكلم في ايه. هو كل اللي همه ان انا اخلص اللي انا بقوله عشان هو يقول بقى اللي عنده، يقول شكوته، وابدا بقى انا طبطب، وابدا انا بقى دادي، وابدا انا احلله مشاكله والكلام ده. طبعا ده ما ينفعش.
كل دي علامات واشارات لازم تاخدي بالك منها وتعرفي ان دي علاقه توكسيك مش مظبوطه ومش متوازنه. عشان كده خلي بالك كويس جدا من العلامات دي، لو لقيتيها وانت في بدايه الطريق، في بدايه العلاقه، قبل الخطوبه او في اثناء الخطوبه، على طول بتنهي العلاقه دي. صدقيني العلاقه دي هتستنزفك، هتستنزفك. لو بقى جوزتي، لو بتتفرجي عليا بقى وعندك جزء من الكلام اللي انا قلته ده وانت متزوجه، هنتعامل مع الموقف، هنتعامل مع الموقف. هنتعامل مع الموقف ازاي؟ كل واحد، بصي احنا ما عندناش، لازم تكوني عارفه كل ست تتفرج عليا دلوقتي، ما عنديش قاعده ثابته، لا انا ولا غيري من اللي بيتكلم وبيقول لك نصايح، عندنا ما حدش عنده قاعده ثابته. احنا اللي عندنا انه كل بني ادم يحاول يفهم اللي قدامه، يحاول يستوعبه ويحاول يحتويه. هو ده اللي لازم نعمله، راجل او ست، نستوعب بعض، نتأقلم مع بعض، نفهم بعض، ونحاول خلاص الحاجة دي انت عارفة ان خلاص بقى، يا زي ما بيقولوا كده بالبلدي، ايدك منها والارض ما تحاوليش فيها تاني، ما تنكشيش فيها كتير عشان ما تضايقيش نفسك. مهم جدا في كلامي ده ان انتوا تفرقوا انا بوجه كلامي لمين. بوجه كلامي دايما في الاول للناس اللي في الخطوبة او في بداية العلاقة، ودايما في الاخر بتكلم مع المتزوجات، لان هنا نقدر نسيب، احنا لسه على البر، انما هنا احنا في بيت واسرتين ارتبطوا ببعض، مش بس اتنين اتجوزوا، في اسرتين ارتبطوا ببعض، في اولاد ممكن، فاحنا ما بنبقاش عايزين ابدا نهد البيت، احنا دايما بنبقى عايزين نوصل لاحسن وافضل حل لينا ولولادنا، واكيد كمان لاهالينا، اللي اكيد قلوبهم ممكن تتوجع علينا لما حياتنا تتخرب. صح، ده كان موضوعنا وموضوع التوكسيك.